الصحفية هذه ولا الشعار الأول صحفي هو بمثابة الإعلام الأول، لأننا مقبلين على تظاهرة رياضية عندها صبغة دولية. نعلن الجمهور المحب لرياضة كرة القدم سواء في المدينة ديال أكادير أو الجهة أو الوطن ككل بأننا مدينة أكادير مدينة الإنبعاث مقبلة على احتضان واحد الدورة فيها واحد الشغف ديال التنافس ما بين فرق وطنية وفرق من الجهة وكذلك منتخبات ديال العصاب وكذلك فريقين، واحد من إيرلندا والثاني من فرنسا، وهذا بمثابة مساهمة بسيطة من أجل إعطاء فرصة لهذه الفئة هذه بالضبط أقل من 15 سنة باش يكون عندها الطموح ويكون عندها الإلحاح والثقة في راسها بأنها يمكن لأنها تكون أحسن وأفضل من فرق أو من لاعبين كنعتقد نفسيا بأنه مهارات تاعنا راهي أقل، والواقع كيبين بأنه عندنا ما نعطيه، وإن شاء الله تعالى نشوفهم في نوادي ونشوفهم في دوريات أكبر وأعظم، لأن 15 سنة هي بمثابة المرحلة ديال التأكيد ديال هذاك البطل واش هو فعلا مصر ينطلق يمشي للكادر يمشي من بعد الجنيور أو أنه حبس الرياضة حدا هنايا وبركة عليه أنه دوز فيها مرحلة ديال التكوين. بالنسبة للدورة الدولية اللي غتقام أيام 26 27 فبراير بالملعب الكبير، فهذه النسخه الثانيه الحمد لله، يعني هناك مشاركه 10 فرق في هذه الدوره من جميع يعني المدارس، هناك اربع فرق من الجهه سوس ماسا اللي هي منتخب عصبه سوس، وايضا نادي حسينيه اكادير ونادي اولمبيك تشيرا ونادي اتحاد بن سرقاو. وبالنسبة للفرق الأجنبية هناك فريق ستراسبورغ الفرنسي وأيضا كابينتلي الإيرلندي. بالنسبة للفرق اللي خارج مدينة أكادير هناك فرق اللي عندها يعني وزن ديالها اللي هي القافلة ديال الكرة المغربية، نادي الرجاء ونادي الوداد، وأيضا منتخب عصبة مراكش دكالة مراكش أسفي، وأيضا منتخب عصبة دكالة شوية. كنتمنى بهذه المناسبة أنه يعني مستوى ديال الدوري التقني يكون في المستوى وجميع الفرق تحتك يعني بالمدارس الأجنبية. نتمنى أن التنظيم يكون يعني في المستوى التطلعات، وهذا كله غيكون بمساعدة ديالكم، مساعدة ديال أيضا رجال الصحافة ورجال الإعلام، وشكرا.